تفضل بابا. تأخر الوقت كتير، واحدة راحت تشوف جهاد بيك وبعد ما اجت، والتانية بالمستشفى، وأنا الله يصبرني. بابا خلصنا، شو صلك؟ اختي جوري قالت لك رايحة لعند جهاد بيك، يعني ليك هون شوي وبترجع. واختي يولا منوبة من المشفى. طيب كيف رح ترجع على البيت؟ أنا مالي مرتاح. بابا لوين رايح بابا؟ بما إنه ما عم نام لحتى ترجع، رح روح استناها لتخلص، بجيبها معي وبيجي. بابا شو نسيت؟ اختي قالت انه في تاكسي رح توصلها على باب البيت، لا تقلق. لك شو دخلني بالتاكسي؟ ليش نحن بنعرف الشوفير؟ وقولي لاختك جوري اني عم اسمح لها تروح بس لانه الشاب مريض، والا انا ما بقبل بهالوضع. بابا هلا رح تعصب يولا وبتقلك انا ماني صغيره لتيجي تاخذني. هي جرب وتفتح تمها بشي كلمه، شو مفكره حالها كبرت؟ شو هالحكي هاد؟ كلكم لساتكم اولاد. لك واضح انه هاللوحة صعبة وما رح تخلص. جهاد يلا لشوف، قوم صار وقت النوم، اصلا انت تعبت حالك كتير اليوم، يلا لشوف. جوري انا مليت من هي، خلص بدي شيلها. شو عم تحكي؟ جوري خير؟ شوفي ليش قلتي لي انزل بسرعه؟ بابا راح هلا لحتى يجيب يولا. كيف؟ ايه ابوكي راح على المستشفى، حاولت امنعه كثير بس ما قدرت. كنت بعرف انه راح تنكشف. عمر بيك؟ لا تواخذيني خالدة خانم، بس ما اكون ازعجتك. لا العفو منك، تفضل. انا بدي اشوف توليب خانم، هي موجودة؟ توليب خانم مانا هون، طلعت تسهر. تمام، لا تواخذيني ازعجتك. مع السلامة. الو نعم جوري. عمر بيك مساء الخير. بعرف انه رح تستغرب من حكي بس انا بحاجة لرقم داني، فيك تعطيني اياه؟ شو بدك برقم داني؟ خير شوفي؟ انا لازم اتصل بداني بيك لانه ضروري كتير، لو سمحت اعطيني اياه. جوري انت وين؟ عمر بيك فيني اخذ رقمه؟ لك قليلي شوفي جوري، انا لازم لاقيهم باسرع وقت.